بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الخامس سوف نبدأ في وحدة جديدة، وحدة 16، هي وحدة الرفق واللين. نستمع إلى النص جيدا ثم بعدها نجيب عن الأسئلة التالية. الأسئلة: ماذا فعل الحسن والحسين رضي الله عنهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ كيف أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته أو صلاته؟ بما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي وأسامة بن زيد؟ لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأقرع بن حابس: من لا يرحم لا يرحم؟ ما الصفة التي يمكن أن نصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله؟ نستمع إلى النص. من رفق الرسول صلى الله عليه وسلم، يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا فيضعهما على الأرض، ثم عاد حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ أسامة بن زيد والحسن بن علي فيقعدهما على فخذه كل في على ناحية، ثم يضمهما ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. أجيب إلى الأسئلة الآتية من خلال النص التي تمت قراءته. استودعتكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.